اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا مساء الهنا، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين. أخباركم إيه؟ ويا رب يا رب تكونوا كويسين وكل سنة وأنتم طيبين وكل التراحيب اللي موجود. عملنا النهاردة اللحمة بطريقة مختلفة خالص. إيه ده يا أحلام، ده أنت خلصتيها؟ لا ما خلصتهاش، ده إحنا كده لسه بنسمي فيديو النهاردة بعد السلق. ايوه فيديو النهارده بعد السلق. انتوا طبعا شفتوا صوره الغلاف عامله ازاي. هناكل مع بعض احلى واطعم فراخ مشويه على الفحم من غير لبخ وهيصه وفحم كتير، بطريقه اقسم بالله تحفه جدا جدا. وما رضيتش اسجل الفيديو ده بعد ما فعلا دقتها، وفعلا جميله جدا. سلقت الشوربه عادي خالص بمستكه وحبهان ورق لوري وبصل وفلفل وفلفل اسود وكركم، وطلعت لأحلى وأطعم شوربة جميلة جدا. جبت مصفة زي دي كده وطلعت اللحمة بتاعتي كلها في المصفة. هسيبها كده لحد ما تنزل السوائل اللي فيها خالص وتنشف كده شوية، وبعدين تعالوا مع بعض نشوف هنعمل فيها ايه. اللحمة دي لو عملتها بنفس الطريقة دي في عزومة في لولادك زي ما انا عملتها كده النهاردة، هتلاقيها طالعة معاكي جامدة جدا، احلى واطعم من المطاعم بكتير جدا. تعالوا مع بعض نشوف المكونات بتاعتنا. معايا كوبايه شوربه، وممكن تستبدليها بكوبايه ميه، بس انا قلت بدل موجود شوربه يبقى خير وبركه ونعملها بشوربه. ويا اللهم صل على النبي، معايا حبايه طماطم كبيره قطعتها زي ما انتم شايفين، ومعايا قرن فلفل هادي، ولو عايز تحط حامي براحتك، ومعايا بصله متقطعه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. دي المكونات بتاعتي هي اللي قدامكم كلها، هنقولها مع بعض واحده واحده. بصله، طماطم، ميه، فلفل رومي، معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه من السبع بهارات، واللهم صل على النبي معايا ملح، نص معلقه صغيره من الملح. وحطيت كوبايه الشوربه بتاعتي، وحطيت حوالي من اربع معالق كده خل، وعملت اخر حبه دبس صويا صوص ودبس الرمان، حطيت منهم كل واحده ايه حوالي معلقه كبيره كده زي ما انتم شايفين. وكل ده هخلطه مع بعضه جامد في الهاند بلندر او في الخلاط. يبقى اخر خطوه حطيناها هي دبس الرمان والصويا صوص. هنضرب ده كله في الخلاط، ننعم ونخليه خليط ناعم جدا. اهو زي ما انتم شايفين الخلطه دي بتعمليها بردك، وبتتبلي فيها اللحمه بتاعتك، وبتشويها على الفحم كده بالشوايه من غير سليق، بس للاسف بتاخد وقت، بتبقى كباب يعني اللي هو الكباب بتاعنا. النهارده هنعمل احلى واطعم كباب ممكن تدوقيه من غير ما تتعب خالص خالص خالص، اقسم بالله طعم تحفه جدا، وعايزاكم تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات بكل صراحه. واحنا بنعصر الخليط بتاعنا ده عشان نخليه ناعم، ما ننساش نحط لايك للفيديو، لايك للفيديو، لايك للفيديو، اوعي تنسي اللايك، خليكي فايقه معايا كده ومركزه علشان ما تضيعيش تعبي والفيديو يترفع بالله عليكم. حطوا لايك وشيروا الفيديو كده علشان الكل يستفاد. يا رب يا رب يكون كان عيد سعيد عليكم جميعا يا رب العالمين. وايا كان اللي عنده حاجه مزعلاه، اللي عنده حاجة مضايقاه، يا رب يا رب يكون عدى عليه العيد بسلام وبخير، وتأكدوا ان هي كلها ابتلاءات من عند ربنا، ولولا ان ربنا عارف ان كل واحد صابر وهيقدر يصبر على البلاء اللي هو اداهوله، فاكيد ما كانش هيتهوله، هو عارف ان احنا قدها وقدود زي ما بيقولوا. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله يا رب، الحمد لله، وان شاء الله خير، ويا رب الايام اللي جاية يكون احسن باذن الله. جبنا مصفى سلك كده، وهبدا اصفي في بيها الخليط بتاعي ده كله. انا مش عايزه الا الماده السائله اللي فيه بس، مش عايزه التفل كده بتاع الطماطم ولا البصل ولا الفلفل، عايزه بس عايزه الميه بس كده تكون ناعمه، واصفيها حلو جدا، ما يكونش معايا غير القشر الناعم ده، او بنسميه التفل يعني، بما انه هو شبيه بتفل الشاي كده ناعم، فبنسميه زي ما احنا قلنا نصلي على الحبيب كده واحنا بنتفرج كده وعمالين نصفي فيه. ايوه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنشوف الخطوات التانية بعد كده ايه. هتاكلي بجد من كتر ما هي حلوه بجد، نفسك تجربوه بامانه، جربوها بقى جنب رز بسمتي شغال، جنب رز ابيض مصري عادي شغال، تاكليها كده بقى مشويات بالعيش والطحينه والسلطات بتاعتك. بصي اعمل بديك افكار كده
وانت شغلاها زي ما انت عايزه، اعملها بالطريقه اللي تحبيها وبالحاجه اللي انت عايزاها. وانا ما جريتش الفيديو عشان نمشي مع بعض كده خطوه خطوه علشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. شايفين اتعصر معايا حلو جدا ازاي، وما فضلش غير الميه اللي انا هوريها لكم حالا اهو، ده اللي انا عاوزاه كده. تمام تمام. جبت بقى المقلايه بتاعتي كده وحطيتها على النار، وحطيت فيها حوالي من ربع كوبايه زيت صغيره، وما تقلقيش الزيت ده مش كتير ومش هتشربه، يعني اللحمه مش هتشربه، هي تتحمر زي ما احنا هنحمرها بس، وهتفضل الزيت ده موجود وهيفيدنا جدا جدا في الاخر. اهو زي ما انتم شايفين هنبدأ بقى نحط اللحمة بتاعتي تتحمر علشان تديكي نفس اللون اللي انت بتشويه على الفحم بالظبط. بس هنا بقى لها تخافي من ان هي ما استوتش او ان هي بتشد معاكي، ودايما الكباب لما بنعمله على الفحم بيبقى اللحمة بتاعته جامدة شوية، ولو عندك اطفال بتظلميهم بصراحة. كده بقى هياكلوها وهما مرتاحين جدا، اخدين طعم ولون وشكل اللي على الفحم، وفي نفس الوقت مستوية، وفي نفس الوقت طلعت لك احلى واطعم شرب. يعني شايفين الطريقة دي خلتنا نكسب كام طريقة. اهو زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نظبطهم كده في المقلية بتاعتي لحد ما تاخد لون، اللي هي اصلا ما شاء الله بتستوى بسرعة، يعني بتاخد لون بسرعة جدا. وبصراحة اللحمة دي برضو استوت بسرعة، ما تأخرتش معايا في التسوية ما شاء الله، ما خدتش تسوية كتير، يعني اقل من ساعة ونص كده وكانت مستوية وزي الفل. اهو زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم هنبدا نقلب فيها، كل ما تاخد لون من جنب قلبها على الجنب التاني، كل ما تاخد لون من جنب قلبها على الجنب التاني، علشان طبعا ما تتحرقش منك. وده اللون اللي احنا عاوزينه وجماله حلو جدا. بعد ما اتحمر كده وبقت زي الفل، تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه. هنبدا عارفين السقسقه، عارفين اما حد يقول لك ايه سقسق ايه كده على الحاجه، احنا هنعمل كده بالظبط. جبنا الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه مع بعض، خليط الشوي الجميل ده، وهبدا بالكرنب معايا كده، وكرنب بكرنب لحد ما تشربها. انا عايزاكم بقى تشموا الريحه، يعني هي مجرد من اول كرنب كده تحطيه شم ريحه بقى البقبقه دي كده والطشطشه دي، تحفه جدا، ريحتها جميله جدا جدا جدا. بديك افكار كتير للحمه معاك علشان ما تزهقيش وتستمتعي كده وانت بتاكليها وكانك قاعدهم في مطعم بالظبط. ما حطتش الكميه كلها مع بعضها، شايفين العين التانيه عليها الفحم، حطي الفحم اي كميه فحم انت عاوزاه. مجرد بس ما يشرب اول كرنيب شوربه معايا، هبدا الخليط، هبدا احط كرنيب كمان. اهو شايفين، انا بتمنى تكونوا مكاني كده وشامين الريحه الجميله دي. بصراحه ولادي قالوا لي عظمه يا ماما، قسما بالله قالوا لي بجد عظمه جميله جدا. بدات احط الكرنب التاني، ونفضل بقى ايه نعمل نكرر نفس العمليه دي كده لحد ما تخلصي معايا الخليط وخلاص يكون هي بقت معاكي اللون الجميل اللي احنا عايزينه ده. اهو خلاص انتوا شايفين واخدين بالكم ايه اللي فضل، شربت كل الكميه معايا، لونها بقى تحفه جدا جدا جدا. ايه فضل الزيت اللي معايا، جبت صينيه كده عشان المصفه بتاعتي لها رجلين، وحطيتها اهو زي ما انتوا شايفين، حطيت الفحم تحت والمصفه بتاعتي فوق كده زي ما انتوا شايفين، واقوم منزل عليها اللحمه بتاعتي، وطبعا الماده السائله اللي هو الزيت ده او السمنه اللي انت حمرت فيها هتنزل بقى على الفحم. ما اقولكيش بقى، ما اقولكيش على الريحه اللي هتعملها، هنشوف دلوقتي حالا
قد ايه الريحة وقد ايه البخار اللي هيطلع منها. شايفين اهو، شايف كل ده بقى هيخش في اللحمة بتاعتك كده. طبعا هنغطي اللحمة وهنظبط عليها كده ايوه هنظبط عليها الدنيا كده علشان البخار بتاعنا ده، وما تشيلهاش بقى غير لما البخار ده يروح خالص، وهتشمي وتاكلي احلى واطعم لحمة ممكن تدوقها في حياتك. شايفين الجمال؟ طب بالله عليكم الطبق ده مش ما يحتاجش التجربة، ويستاهل فعلا فعلا التجربة، ويستاهل لايك منكم ليا، ويستاهل ان انتوا تتفرجوا عليه وتجربوه وتسيبوا رايكم في الكومنتات. طبعا مستوية جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي. نقول في الاخر خالص كده، يا ريت ما تنساش لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين، واشوفكم على خير بامر الله في فيديوهات تانية كتير. وكنت معاكم احلام السعدني.